الاستنجال بالحارس لتيم بدوره لمرواني. طويلة من مرواني ناحية عبد الحفيظ بالراس لابن يحيى، اطلبها من هناك حايف يفضل حشود عبد الرحمن. التوزيع صعبة وخطيرة والخطورة ما زالت قائمة لمصلحة المولودية، والتسديدة جول 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 جول. واو على الاستلام ويا لا لا على التسديد، نعم تحريك شباك أمام الأربعاء وتسجيل أول جول لمصلحة المولودية في مباراة ودية تحضيرية في غفلة دفاعية من أمام الأربعاء استثمر فيها بن يحيى.